واحد يكون صعيد استجابه فردي محمد جواري نعم هذا استماع زلف اللون تمثيلين تمثيلين الخير وفولكي مراد زق مراد نشف عليكم سي مراد تمثيلين غيكاد لكم سي حسن سي حسن العزيز لكم سي جوراد والسموس يقولون لكم تقرا تيناوزاد تقرا غلان تيساد مراو اللي تحيي سداويت من بدو غادير وكلي الطفار توكت نتكشومين اللي ساهم توكت الباحثين الباحثات فاعلين مدنيين اللي درنا اول كرادو السنوات في سقسيت من يزدين تمازيخت غيزون الافريقية غسل الدمال دونك راه في الغراغ البيان الختامي ولا التقرير الختامي ليكليسي تيرا في الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 يوليو 2023 نظمت جمعية الجامعة الصيفية الندوة الدولية في نسختها 17 وذلك بقاعة إبراهيم الراضي بأكادير بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة أكادير. هذه الدورة التي كان موضوع ندوتها الأمازيغية في شمال إفريقيا الراهن والمستقبل عرفت مشاركة 28 باحثة وباحثا وفاعلا مدنيا من مختلف من دول مختلفة المغرب الجزائر تونس ليبيا فرنسا جزر الكناري. امتدت أشغال هذه الندوة على مدى 3 أيام وتم تقسيم المداخلات على 5 جلسات ضمن جلسة موضوعاتية افتتاحية كانت عبارة عن تصوير بانوراما لوضع الأمازيغية في دول شمال إفريقيا. من أبرز المحاور التي تطرقت لها مداخلات هذه الندوة نجد مسألة التنظيم داخل الحركة الأمازيغية، محور الدسترة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، محور الأرض أكل، الإنتاج الأدبي والفني واللغوي الأمازيغي، ثم محور الهوية الأمازيغية والفضاء العمومي، وأخيرا الأمازيغية والوضع الجيوسياسي في شمال إفريقيا وجنوب الساحل. هذه المحاور أثارت نقاشات عميقة داخل القاعة اتسمت بالجدية، وبناء على المداخلات العلمية والموضوعاتية ونقاش القاعة تمت بلورة مجموعة من التوصيات نريدها على الشكل التالي. عقد لقاء وطني يضم كل مكونات الحركة الأمازيغية من إطارات مدنية وجمعيات تنموية ومهنية وفاعلين اقتصاديين للتداول حول راهن ومستقبل الأمازيغية ببلادنا في أفق لقاء تنسيقي حول على مستوى شمال إفريقيا وجزر الكناري والدياسفورة لمناقشة وضعية الأمازيغية في ظل التحولات العالمية والإقليمية. زوج، تطوير العمل التنسيقي المشترك من أجل التفعيل المسؤول والجاد للمقتضيات الدستورية والقانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ثم المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. 3، العمل العلمي المشترك من أجل إنجاز وإصدار المعجم الأمازيغي الكبير الخاص بشمال إفريقيا وتطوير التنسيق على مستوى كل مجالات البحث العلمي خاصة الأركيولوجيا والتاريخ والأنثروبولوجيا. 4، والتوصية الأخيرة 4، تمكين الفعل الثقافي والإبداعي في مختلف المجالات الأدبية والفنية والتواصلية من دوره الأساسي في تطوير ونشر اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتثمين المشترك الثقافي والإنسي بين الشعوب المغاربية وشعوب شمال إفريقيا عامة. تنمية الثانية تنميرت سي محمد بلاليل، تنميرت ايتما غماريس، اللجنه العلميه تقول بلي ديال الصورين اللجنه التنظيميه باش تبيت سي نوزاد تاكارا انت مقر انت استاذ مراو، تنميرت ايتما تناخذ استاذ تناخذ الطفارين اللي قلنا نتداوت نبدو كرهو السنوات كلو، رانا كا موعد سكوتات باش كنختم ربي اختي نوزاد تاكارا انت ستا
سام دمراوي رن أزرياني مكغيلات إيويز أزوان اللي سنختم أشغال ندوة الدوليات تنبيرت مكينام أرسي فريسيزم.